أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الزول في اللون في هذا الموعد السياسي والبرنامج الجديد الذي يفتح الفضاء للنقاش السياسي البناء. طبعا النقاش السياسي وطنيا وأيضا مواضيع دولية وإقليمية رفقة ضيوفنا شخصيات سياسية وطنية حزبية معروفة أكيد سيستضيف هذا البرنامج بهدف فتح النقاش وأيضا الحديث على مستجدات الساحة السياسية وطنيا ودوليا. في أعداد سابقة كما رأي أو شاهدتمونا استضفنا شخصيات سياسية حزبية طبعا في المستوى الوطني، أكيد هذا العدد أيضا سنستضيف شخصية حزبية معروفة، حزب معروف في الجزائر، حزب وكيف لا حزب الأفافاس الذي هو يعتبر من أقدم الأحزاب في الجزائر قبل التعددية الحزبية. وأكيد سنسعد باستضافة السيد يوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية. مرحبا سيد أوشيش. السلام عليكم زلف اللون، شكرا على الاستضافة. شكرا لحضورك معنا. إذا طبعا في العدد الثالث هذا البرنامج والموعد السياسي يهدف لفتح النقاش السياسي، أكيد نتمنى أن تكون فرصة طيبة لممكن إثراء النقاش السياسي، وأنتم تهدفون أكيد إلى ممكن إيضاح وتوضيح الصورة السياسية للمواطن والمتلقي أكيد عبر المنبر. إن شاء الله. سلامي لكل مشاهدي قناة الوطنية وهذه الحصة بالخصوص، سواء الجزائريين في الوطن أو الجزائريين المتواجدين في ديار الغربة. مشكورين على هذه الحصة وعلى هذه المبادرة التي نتمنى أن ترسخ كتقليد، سواء في القناة الوطنية أو في كافة وسائل الإعلام، لتكريس النقاش الحر والبناء كثقافة لتساهم في كل مسارات البناء الوطني. بطبيعة الحال نحن كحزب سياسي سوف نحاول أن نعطي رأينا حول المسائل الأساسية بالنسبة لنا وبالنسبة للجزائريات والجزائريين، وحول كل القضايا التي تعني الأمة حاضرها ومستقبلها إن شاء الله. نتمنى ذلك، أكيد هو فرصة أيضا لمختلف أطياف الساحة السياسية، أكيد هم مدعوين وأيضا مرحب بهم بمختلف التشكيلات، نحن لا نقصي أحد، أكيد كل التشكيلات مرحب بها. يرافقني في هذا النقاش السيد أحسن خلاص الإعلامي في قناة الوطنية. مرحبا. أهلا وسهلا بك إسماعيل، وأهلا بضيفنا الكريم الذي نتمنى أن نقضي معه أوقاتا ممتعة ومفيدة للمشاهدين الكرام. إن شاء الله سيد خلاص، أيضا أسعد باستضافة الإعلامي أيضا حكيم بغرارة الدكتور. مرحبا. أهلا، شكرا على الدعوة، وأهلا بالضيف وبالمشاهدين الكرام، ونأمل أن تكون هذه الحصة أن تكون قيمة مضافة في مجال تنشيط الساحة السياسية وتقوية أواصر الإعلام مع الأحزاب السياسية في إطار تعدد الآراء واحترام الأفكار بدون تخوين، بدون سب، بدون شتم. نحن هدفنا هو خدمة الوطن في الأخير. نختلف فيما بيننا كأشخاص، ولكن نتقاطع في الوحدة الوطنية، في المصلحة العليا للوطن، في الدفاع عن الجزائر. صحيح، كلام مميز أكيد منك أستاذ بغرارة، وهو الهدف الأسمى ممكن في فتح ممكن النقاش، أكيد هو في الأخير يجب أن يكون هناك احترام متبادل. إذا مشاهدينا بودين أبو طالع، نذهب إلى الفقرة الأولى من برنامج اليوم لنتعرف على شخصية وضيف عدد اليوم في سيرة ومسار. جاء إلى قيادة جبهة القوى الاشتراكية في ظرف انتقالي عصيب وحاسم اجتازه أقدم الأحزاب المعارضة في الجزائر، بعدما ظل رهينة صراعات داخلية ازدادت حدة بعد رحيل زعيمه التاريخي حسين التحمد. ولد يوسف أوشيش في 29 من جانفي 1983 ببلدية بوغني ولاية زيوزو، وزاول دراسته بها إلى غاية حصوله على البكالوريا عام 2003، حيث انتقل إلى جامعة الجزائر التي تحصل منها على ليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. في الجامعة
تفتح يوسف أوشيش على النشاط السياسي والنقابي في صفوف المنظمة النقابية قبل أن يشتغل بعد تخرجه صحفيا في وسائل الإعلام المكتوبة. اقتحم عالم السياسة في أحضان الأفافاس في السن 19 ووصل نضاله في القاعدة وارتقى في المسؤوليات القيادية، حيث استطاع افتكاك قيادة قائمة الأفافاس في الانتخابات المحلية التي جرت في 2017 وتوج على إثرها برئاسة المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو ليكون أصغر رئيس لهذه الهيئة على المستوى الوطني. قاد رفقة رفاقه حركة تغيير سياسي وتنظيمي داخل الحزب توجت باختياره بعد المؤتمر الأخير للحزب في 16 جويليا 2020 سكرتيرا وطنيا أولا من قبل الهيئة الرئاسية الجديدة للحزب. عمل أوشيش منذ تبوئه قيادة الحزب على توحيد المواقف بين القيادة وإعادة تشكيل نواة جديدة لمواجهة التحديات والاستحقاقات المقبلة، وكان رهان المحلية الماضية نقطة هامة في إعادة تموقع الأفافاس في الخارطة السياسية للبلاد ثم تفعيل دور الحزب داخل مؤسسات الدولة، إضافة إلى المواقف السياسية خصوصا إطلاق مبادرة سياسية لتعزيز الجبهة الداخلية بعد انسحابه من تحالف القوى الديمقراطية وتفضيله أسلوب الحوار السياسي مع السلطة، مما جعله يحظى باستقبال من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. إذن كما تابعتم هذا تقرير للتعريف بضيف العدد اليوم للسيد يوسف أوشيش الأمين الوطني لحزب جبهة القوى الاشتراكية. ممكن حاولنا نفصله في هذا التقرير، أكيد عندك مسيرة ممكن خفية في هذا التقرير، أعطينا ممكن جوانب أغفلنا عنها. لخصت أهم المحطات اللي مريت بها كمناضل وأيضا في مجال المهني أو في يعني السياسي وفي التعليم 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 والمسار الجامعي. نعم، كان يعني مسيرة أكيد أنك قيادة شابة وأنت في عمر 40 أو 41 سنة. 41 سنة. نعم 41 سنة، يعني في كقيادة حزب سياسي أكيد، وكنت أصغر رئيس مجلس شعبي ولائي على المستوى الوطني، ما على باليش إذا كان تاريخيا أو فقط في تلك الفترة. في 2017 يظهر لي في تلك الفترة كان لأول مرة يصل شاب بهذا السن إلى هذه المسؤولية على مستوى المجالس الشعبية الولائية، ولكن نحن في حزب جبهة القوى الاشتراكية هذا يعد تقليد، لذا مشاركة الشباب وسواء في العمل الحزبي وولوجهم إلى المناصب القيادية يعني هذا تقليد مكرس، ونحاول أن نشجعه في كل المحطات وفي كل العمل الذي نقوم به. لا يخفى عليكم اليوم ولا يخفى على المشاهد الكريم بأن اليوم في القيادة الوطنية أو في المجلس الوطني أكثر من 50% من تعداده هي من الشباب. إذن بالنسبة لنا تشجيع الشباب لا ينحصر فقط على الشعارات ولا ينحصر فقط على الخطابات، لكن هي عمل ميداني عمل واقعي، لأننا نؤمن بأن الجزائر لديها هذه ستاتو يعني القوة التي يمكن أن تكون من بين الأمور التي تساعد على النهضة الوطنية وبناء البلاد. إذن هذا المرتكز أو هذه الثروة التي في الوطن بصفة عامة تتعدى 75% من الشباب يجب أن يحظوا بكل الاهتمام سواء من مؤسسات الدولة أو المؤسسات الرسمية أو من المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية، ونركز كل ما نقوم به على هذه الفئة لأن هذه الثروة يمكن أن تمهد لمشاركة فعالة للشبيبة في كل المسارات. نعم، شكرا لك سيد أوشيش. ممكن إذا كان عندكم تعليق على مسار السيد أوشيش وحتى حزب الأفافاس، أكيد لما نتحدث على حزب الأفافاس إرث تاريخي كبير حتى لخصناه في العنوان قيادة شابة لإرث ثقيل، ممكن السيد خلاص. ذكر السيد أوشيش أنه فيه ربما شبه قطيعة مع يعني الجيل السابق للأفافاس وفيه نظرة مستقبلية
صحيح، ولكن ربما يتساءل البعض حول الجيل السابق، أين هو الجيل السابق، وهل في إمكانية لإدماج يعني مناضلين من الجيل السابق في هيئة حكماء أو شيء من هذا القبيل كما تفعل الكثير من الأحزاب؟ هناك طاقات كثيرة من الجيل السابق ممكن أن تساعد هذه الشبيبة، هذا الجيل الجديد. يعني ماهيش هناك لا قطيعة ولا شبه قطيعة، لكن احنا بالنسبة لنا في الحزب هناك تكامل بين نضالات الإخوة في السنوات السابقة واليوم. الفرق الوحيد هو إرادتنا في تفعيل دور الحزب على المستوى الوطني للعب الأدوار الأولى في الساحة السياسية الوطنية، وللتأكيد على مبادئه الأساسية والتأسيسية خارج عن بعض المواقف للأسف كانت بعض القيادات السابقة يعني اتخذتها، بعض المواقف الشعبوية أو بعض المواقف التي لا تخدم القضية الوطنية. نحن نريد في هذه الفترة خاصة التي تعيشها الجزائر ويعيشها العالم ككل، المليئة بالتحديات والمليئة بالمخاطر، نريد أن نمكن الحزب للعب الأدوار الأولى في والقيام بدوره الأساسي في توعية الجزائريات والجزائريين ومشاركتهم آمالهم وطموحاتهم في بناء وطنهم على أسس الديمقراطية، أسس دولة القانون، وأسس الحرية والعدالة الاجتماعية التي يرتكز عليها حزب جبهة القوى الاشتراكية. في ما يخص المستوى التنظيمي أو تفتح الحزب على القيادات السابقة، أنا أكدت على هذا الشيء في أكثر من مناسبة بأننا في القيادة الوطنية الحالية متفتحين لكل الطاقات الحزبية، وأكثر من ذلك لكل الطاقات الإيجابية على المستوى الوطني. لذا طرحنا في الوقت الراهن هو إشراك أكبر عدد ممكن من رفاقنا سواء القدماء أو الحاليين، وأيضاً كل الجزائريات والجزائريين خاصة منهم الكفاءات الذين يتشاركون معنا الأفكار ويتشاركون معنا نقاط في برنامجنا السياسي. هذا ما يمكن الحزب لتقويته وتقوية مؤسساته، بناء حزب مؤسساتي قوي قادر أن يكون أهلا بالتحديات، وقادر أن يكون في المستقبل أيضا بديل للأحزاب التي كانت يعني طغت على المشهد السياسي الوطني. نعم، سنعود ممكن إلى طرحكم طبعا أكيد موضوع الحديث على الدور الحزب في الساحة الوطنية، أيضا سنتحدث على الملف السياسي الوطني. أكيد سنذهب ممكن إلى نفتح ملف النقاش اليوم بالملف الدولي الذي هو في مستجدات كثيرة بعد هذا الجنكل. إذن الملف الدولي هو أول ملف سنفتحه في نقاش اليوم. أكيد مستجدات كثيرة أساتذة ممكن على الساحة الدولية، ممكن المشهد الفلسطيني أكيد هو الذي سيطغى على المشهد الدولي، تحركات دولية معتبرة. ممكن نبدأ بك سيد حكيم بغرارة في الملف الدولي. كما قلنا المشهد في غزة لا زال لحد الآن يعني يستمر العدوان الصهيوني على قطاع غزة في ظل تحركات دولية، لكن لحد الآن لم تستطع ولم تثمر بوقف العدوان على غزة. هو حقيقة بودي عندما تحدث الأستاذ عن ضرورة مسايرة التحولات الدولية التي تمر بها الجزائر ومنها القضية الفلسطينية. أكيد سيد يوسف أوشيش بأنك تابعت ربما آخر جدل وقع بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر حول مشروع القرار الذي يمس القضية الفلسطينية بوقف إطلاق النار. مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية قالت للجزائر بأن هذا مشروع القرار من شأنه أن يقوض مسار المفاوضات الجارية من أجل وقف إطلاق النار وإيجاد حل القضية الفلسطينية. في حزبكم، ونحن نعرف مواقف الراحل والرمز أيت حمد عندما طالب من الراحل ياسر عرفات أن يجعل القضية الفلسطينية قضية إنسانية، ربما كيف تتابعون ما يحدث في غزة
خاصة مع تحركات الجزائر والانحياز الأمريكي وعجز المنظمة الأممية والمنابر الإقليمية عن الضغط على الكيان الصهيوني. ماذا تستشرفون في القضية الفلسطينية، وما هي المخرجات التي تتوقعونها بعد تقريبا الوصول إلى هدنة بين الكيان الصهيوني وبين حركة حماس؟ شكرا لكم. أولا أريد أن أجدد باسمي وباسم كافة مناضلات ومناضلي حزب جبهة القوى الاشتراكية مساندتنا المطلقة للأشقاء الفلسطينيين الذين يمرون في محنة ويواجهون أقذر أشكال الحروب والطغيان في 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 هذا القرن 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 يعني التي عشناها في القرن الحالي. ما يحدث في غزة أو في فلسطين يستوقفنا لأكثر من سبب. يستوقفنا لأنه رفع الغطاء وبصفة نهائية عن الدول الغربية والتي لطالما تغنت بضرورة الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان أو الدفاع عن الحرية أو حقوق الشعوب في تقرير المصيرها. هذه يعني سقط القناع عن المجتمع، ليس المجتمع، عن الدول الغربية وعن الأنظمة الغربية التي اليوم هي في نفس النسق مع الكيان الصهيوني الذي يقتل ويهجر يوميا المئات أو الآلاف من الفلسطينيين. إذن سقطت هذه الأكذوبة التي تريد أن تسوق للمنهج أو النظام الغربي كنظام يدافع عن حقوق الإنسان أو عن الحريات أو عن الكرامة أو المبادئ الإنسانية. هذا أكدناه في لقاءات عقدناها على المستوى الحزبي فيما يخص القضية الفلسطينية، وتساءلنا كحزب وكمناضلين وكمواطنين متشبتين بهذه القيم الإنسانية عن ازدواجية، عن هذه سياسة ازدواجية المعايير التي تطبق في بلدان ولا تطبق على بلدان، التي تطبق على شعوب ولا تطبق على شعوب. هذا أظن أنه يجب أن يكون في محور اهتماماتنا في تحليل القضية الفلسطينية. ثانيا، أظن أن عملية طوفان الأقصى أرجعت القضية الفلسطينية إلى محور إعادة تشكيل النظام الدولي الجديد. ولذا نحن نقول بأنه لا يمكن لنا أن نتصور حل لهذه المسألة بدون بناء دولة كاملة الأركان، دولة فلسطينية كاملة الأركان حسب حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. ثالثا، هناك معيار وود أن أؤكد عليه، هو المواقف المشرفة للدولة الجزائرية بالنسبة لمساندتها ووقوفها المطلق مع القضية الفلسطينية التي تعد بالنسبة لنا قضية تصفية استعمار، ويجب أن نراها من هذا المنظور أو من هذه الجهة. بالنسبة يعني للأيام القادمة، أظن أن دورنا كمجتمعات، دورنا كأحزاب سياسية، ودور الدولة الجزائرية أو الدول المساندة للقضية الفلسطينية هو الوصول بصفة مستعجلة إلى هدنة أو اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، يمكن أن ترعاه أطراف ليست داخلة بصفة يعني ديركت مباشرة في الصراع. ثانيا، يمكن أن بعد ذلك يمكن أن نتجه إلى مسار إعادة إعمار غزة وإعادة إعمار فلسطين، ثم التأكيد والنضال ومواصلة الالتزام بتجنيد المجتمع الدولي أو المؤمنين بفكرة تقرير، فكرة منح الشعوب تقرير مصيرها،
حل لحل نهائي ودائم لهذه القضية، والتي لن تكون إلا ببناء دولة مستقلة متكاملة الأركان وعاصمتها القدس الشريف. باختصار، كيف تعلق على ردود الفعل الأمريكية السلبية تجاه مواقف الجزائر الأخيرة؟ نعم، خاصة في مجلس الأمن السيد أوشيش، لأنه كانت تحركات الجزائر مثلا في مشروع وقف إطلاق النار الذي تبنته الجزائر، في عديد من المشاريع التي تبنتها في مجلس الأمن، كان هناك قلق أمريكي، وعبرت عنه السفيرة لدى الأمم المتحدة، عبرت عن قلقها ممكن للتحركات الجزائرية. يعني كيف؟ احنا بالنسبة لي يعني هو رد فعل طبيعي بالنسبة لبلد يعني كي سي ابيتوي، يعني هو اللي رعى النظام او الكيان الصهيوني او كل المجازر المرتكبه في حق الابرياء في فلسطين. اذا ليس بالمفاجاه بالنسبه لنا لكي تقوم الولايات المتحده وترفض سواء هذا المشروع او مشاريع اخرى في الماضي، والتي تهدف الى الوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار او لايجاد حلول دائمه للقضيه الفلسطينيه او القضايا الأخرى. اليوم لا يخفى على الجميع بأن النظام النيو ليبرالي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية هو من يرعى كل النزاعات وكل الحروب التي نعيشها حاليا، سواء في الشرق الأوسط أو في منطقتنا. يمكن أن أيضا نتناقش حول هذه المسألة. هذا بنظري تخوفا منهم أو إدراكا منهم بأنه هناك في هذه المرحلة هناك ديسينيو، هناك مؤشرات لولوج نظام دولي جديد، نريده أن يكون أكثر عدالة، نريده أن يكون أكثر إنصافا، خاصة للشعوب المنسية أو للشعوب المهمشة أو للشعوب المضطهدة. لذا نحن نريد أن تكون تنخرط دبلوماسيتنا الجزائرية في هذا المسار الذي يشجع على ولوج نظام دولي متعدد الأقطاب، يكون إن شاء الله أكثر إنصافا وأكثر عدلا، ويكون يعني إيفارون بلاسي، يعني هذا النظام الهمجي والمتوحش الذي عشنا خلاله أكثر الحروب دموية وأكثر الحروب وحشية على المستوى العالمي. ما لازمش ننساو واش صار في العراق، أكثر من مليون أو مليون ونصف مليون يعني سيفيل مدني قتلوا في العراق. ما لازمش ننسى واش صار في اليمن، واش صار في ليبيا، واش صار في كل هذه البلدان التي في ماض قريب كنا نتقاسم كل سواء نتقاسم معها التحديات ونتقاسم نفس الطموحات. هذا هو يعني بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية، وبالنسبة لنا هذا هو تحليلنا، ويجب نحن كمناضلين أن نلتزم بهذه الرؤية التي ورثناها عن المشروع، من المشروع التحرري، وتستلهم يعني مبادئها من المشروع التحرري ومن الحركة التحررية. نعم، منها كسؤال يعني قبل ممكن خطاب الجزء الأول سيد خلاص، يعني الوضع الآن تطور أيضا في الشرق الأوسط بعد ممكن الهجمات الأمريكية على العراق وسوريا وأيضا اليمن باستهداف الحوثيين. الآن الوضع متوتر، هناك تحركات دولية، ممكن في هذا السياق لديك سؤال استاذ خلاص؟ نعم، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي معها تحاول أن تطبخ وصفة للحل، يعني من خلال ما يسمى بحل الدولتين أو من خلال الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط، أو من خلال الكثير من الاتصالات للتقريب بين حركة حماس والكيان الصهيوني من أجل وقف إطلاق النار مقابل عودة مسار التطبيع. ما هي قراءتكم لهذه التحركات؟ أظن أن الجهود الرامية لوقف إطلاق النار هي جهود ضرورية،
يجب أن ننخرط فيها، لأن يوميا هناك المئات من القتلى، المئات من الجرحى، لكن ليس نامبورت كيل بري، سوني با نامبورت كيل بري. حنا كان عندنا اتصالات سواء في قيادة المقاومة الفلسطينية أو الممثلين الرسميين لفلسطين في 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 الجزائر، أين أبدوا استعدادهم للانخراط في مسار يمكن أن يبت السلم والأمان في 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 فلسطين او في غزه، شريطه ان يكون تحت رعايه المجتمع الدولي، وشريطه ان يكون محل التزامات من الجانبين، ليست اتفاق حول وقف اطلاق النار بصفه شامله، اتفاق شامل لا يمكنش نفرضه بصفه احاديه، ولا نقول له كان اتفاق ونروح نحبسوا اطلاق النار وفي اي لحظه يمكن ان نقوض مثل هكذا مسارات. اظن ان اليوم هذا التزام يجب ان يتخذه المجتمع الدولي. الموضوع اليوم تحت مسؤولياته، والذي يجب ان يعني كي دو اسومي يعني كل المسؤوليه فيما يتحمل كل المسؤوليه فيما يخص ما يحدث في 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 غزه. ولاحظنا ان هناك بعد من غزة هناك يافي دي تونتاتيف، يعني هناك محاولات لأن يكون صراع إقليمي يجر كل دول المنطقة في صراع لا يمكن لأحد أن يتصور مآلاته ويتصور انعكاساته على المجتمعات وعلى الدول حاليا. نعم، بوضع طبعا الخطورة في الشرق الأوسط. ممكن نختم الجزء الأول من برنامج الموعد السياسي، سنعود بعد هذا الفصل، ابقوا معنا. مرحبا مرة أخرى في الجزء الثاني من الموعد السياسي الذي نستضيف فيه رئيس أو الأمين العام الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية. مرحبا سيد أوشيش. إذن نبدأ ممكن النقاش في الجزء الثاني بموضوع الملف الإقليمي بعد هذا الجانب. لما نتحدث على الموضوع الإقليمي للجزائر، أكيد ملفات كثيرة وعديدة في تحيط بالجزائر، دول الجوار، العديد من التوترات، العديد من الأزمات على محيط الجزائر. أكيد الجزائر في مكان يعني أيضا ممكن لحل، وأيضا مسؤولية لحل كل الأزمات التي تحيط بها. سيد خلاص، نبدأ ممكن ملف الإقليمي بمنطقة الساحل، لما تعيشه من مشاكل. سيد الشيش، يتحدث الكثير من في الرأي العام عن تهديدات حقيقية تتربص بالجزائر وتهدد يعني الوحدة الترابية، تهدد السيادة الوطنية وغير ذلك. يعني ما رأيكم في هذه التهديدات؟ هل حقيقة يمكن لابد من أخذها بجدية، أم هي ربما لتهويل فقط وليست يعني ربما بالقدر الكافي من الجدية؟ نحن في الأفافس نؤمن بأنها تهديدات حقيقية، بالنظر إلى حدودنا المشتعلة وبالنظر لكل التحديات التي يجب علينا أن نرفعها بصفة جماعية. لا يجب علينا أن نأخذ هذه التهديدات بمحمل من الاستهزاء أو يعني بالنسبة لنا، وأكدنا عليه في أكثر من مرة بأن هذه التهديدات هي تهديدات حقيقية تصب في إطار إرادة بعض القوى العالمية أو مناوليها على المستوى الإقليمي، وكلائها أو مناوليها على المستوى الإقليمي لتقويض السيادة الوطنية أو لبورديفي يعني من تحريف مواقفنا الدولية حول الكثير من القضايا أو من كثير المسائل. بطبيعة الحال هناك إرادة اليوم، إرادة خفية تريد أن تزج بالجزائر في حرب استنزاف، في
إطار محيطها الإقليمي أو في إطار محيطها الحيوي دونك سون إسباس فيتال. لذا يجب أن نكون عمله لمواجهة هذه التهديدات في رأيك يعني داخليا ولا ربما دبلوماسيا وغير ذلك؟ داخليا أولا يجب علينا أن نتجند لبناء جبهة وطنية متينة على دراية أولا بهذه التهديدات وبكل الاستراتيجيات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار الوطني أو تقويض السيادة الوطني أو التدخل في شؤون سيادية للدولة. لذا هذه المسائل يجب أن تكون محل وفاق بين كافة الأطياف السياسية ومؤسسات الدولة. لذا نحن في جبهة القوى الاشتراكية نادينا لضرورة الذهاب إلى نقاش وطني، نقاش عام في إطار مبادرة يمكن أن تبلور تتبلور محاورها مستقبلا مع الأحزاب السياسية لوضع حد لهذه المخاطر التي تحدق بالجزائر، ولأيضا لتأمين بلدنا وتمكينه من لعب أدواره في إقليمه بصفة طبيعية. نعم، ما هو مكمن الخطورة ممكن من هذه التحديات؟ أين هو الخطر بالذات لو نتحدث عن هذه المخاطر؟ لأنه تحدثت على الوكلاء، من هم هؤلاء الوكلاء وما هي ممكن الخطر الذي يمكن أن يمسون به الجزائر من أي ناحية؟ الخطر يعني القريب والذي يتفق عليه الجميع هو وصول الكيان الصهيوني إلى حدودنا الغربية ومحاولة التدخل و لورينتاسيون يعني توجيه مواقف بعض الدول المجاورة لكي تتخذ مواقف أو أعمال عدائية ضد الجزائر ومصالحها الاستراتيجية، مصالحها الاستراتيجية أو الحيوية. هذا بطبيعة الحال له علاقة وطيدة بمواقفنا وتشبتنا بمبادئ مبدأي حق تقرير المصير للشعوب سواء الشعب الصحراوي أو الشعب الفلسطيني، تشبتنا بمنطق عدم الانحياز والذي يعتبر موقف مشرف يجب أن نواصل فيه لضمان مصلحتنا الوطنية. وأيضا هناك أيضا أطراف تريد أن تتدخل لزرع الفوضى وتبت الفوضى في كافة المنطقة لكي تتمكن من استغلال ثرواتها واستغلال كما جرت العادة لكافة الأنظمة الكولونيالية أو المستعمرة لكي تفرض هيمنتها أو سيطرتها على الواقع. اليوم احنا ما نتصورش في جبهة القوى الاشتراكية في الأفافاس ما نتصورش بأنه نظام هذا النظام يعني مبني على الفوضى، نظام دولي مبني على تشجيع الفوضى، مبني على تشجيع الحروب، مبني على تشجيع في بعض الأحيان إن صحت المصطلحات الفوضى الخلاقة كما يسمونها أن تساهم في بناء السلام بصفة دائمة على المستوى الدولي. لذا أظن أن مواقف الجزائر فيما يخص بعض المسائل يعني ديرونج بوكو، نعم هي التي لا تتطابق مع مصالح هذه الدول ومع مناولها. لذا تريد أن تزرع الفوضى وأن تهدد وأن تضعها كدي موين دو بريسيو على الجزائر لكي نحيد عن هذا الطريق المتمثل في رفض الانخراط في هذا المسار الذي يريد أن يصور لنا التطبيع كأفضل السياسات التي يجب أن ننتهجها اليوم، أو الذي يريد أن يصور لنا التبعية للغرب هو كأفضل تصور يمكن أن نتبعه كشعوب ذاقت الأمرين من ويلات الاستعمار. لذا أظن
أظن أن مواقفنا وهذه الإرادة التي تريد أن ترمي بنا في هذا مستنقع الصراع لولوج نظام دولي جديد لأخذ موقف مع أطراف أو ضد أطراف. رفضنا لهذا أدى ببعض الدول وببعض الأطراف أن تحاول أن تشن حملات تستهدف أمننا وسلامنا القومي. نعم. بالإضافة عفوا فقط نعم. أريد أن أشير إلى هذه النقطة، بالإضافة إلى صراعات يعني صراعات تقليدية مع يعني بلدان مع المغرب مثلا أين وصلت أيضا مع الإمارات التي برزت صراع تقليدي هو مع المغرب. نعم. يعني نعم. ممكن هو الذي ألقى بظلاله على الصراعات الحالية. ألقى بظلاله يعني للأسف شفنا بأن يعني لا يرتقي إلى الآمال الآباء المؤسسين لهذه الدول والذين كانوا متشبعين بالمبادئ أو القيم التحررية. يعني بنيت هذه البلدان أو استقلت هذه البلدان بناء على قيم تحررية. نعم. للأسف هذه القيم يعني أنتي بافوي كامل يعني دوس عليها يعني بصفة غير مسبوقة من طرف يعني بعض البلدان اللي في تصورهم اليوم الاتفاق مع الكيان الصهيوني يمكن أن يمنح لهم الأولوية، يمنح لهم التفوق أو يمنح لهم الاستقرار. ولكن يعني عبر كل المسارات اللي عاشها العالم ولا عبر كل كيفاش يعني باش نقول المصطلح توت لي زيكسبيريونس كل التجارب اللي عاشها العالم يعني هذا يعني يقوضوا فقط في سيادتهم. صحيح. ويقوضوا في مصالح شعبهم وما يمكنش لهذه الأطراف إلا أن تدافع على أجنداتها اللي تخدم أنظمتها. نعم. ولا يمكن البتة أن تكون أنالية ولا تساعد في بناء الشعوب التي تتوق للتطور أو تتوق للحرية. الحرية. نعم. على ذكر ممكن هذه البلدان والعدائية، بيان مجلس الأمن الجزائري أشار إلى ممكن أعمال عدائية من دولة عربية، ويتضح للعالم أن هذه الدولة هي دولة الإمارات. سيد بغرارة، ممكن لديك سؤال في هذا النقطة بالذات لكي نذهب إلى ممكن نقاشات أخرى. وحقيقة أستاذ في الجانب الإقليمي ودور ومكانة وتحديات الجزائر بين المحيط المتوسطي، العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بين منطقة الساحل والتهديدات الإرهابية، بين الأزمات في الوطن العربي، تبين بأن كل هذه الأزمات فيها دور إماراتي من خلال التمويل المالي أو التحريض على استعداء الجزائر. ولعلكم تابعتم البيان الذي صدر من دولة مالي والذي قال للجزائر ماذا لو أتينا بالذين يريدون الانفصال عن الجزائر. وبالتالي أنتم كحزب لديكم مرجعية مهمة، اللي هو بيان أول نوفمبر والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحكم أنه يدافع عن الكثير من القيم التي تخدم الإنسانية. نحن نلمس سي أوشيش بأن ما عدا السلطة أو الدفاع الوطني نلاحظ بأن تجاوب الأحزاب مع تحديات الجزائر وتهديدات الجزائر يظهر لنا بأنه ضعيف، أو بالأحرى بأن فيه مواقف حزبية تساند الدولة الجزائرية في كل هذه التحديات دون أن تأخذ الرواج في وسائل الإعلام. وبالتالي أنتم من موقعكم كحزب كيف تقيمون تجاوبكم مع هذه التهديدات التي تمس الجزائر، وخاصة هذه الخفايا من خلال الإمارات وتوغل الكيان الصهيوني ومحاولة تحريض الأزواد والتوارك؟ كيف تتجاوبون مع مثل هذه التحولات في علاقات الجزائر مع محيطها الإقليمي؟ أريد الإشارة إلى إن كان هناك اليوم إن كانت الأحزاب أو بعض الأحزاب لا تلعب الدور والأدوار المنوط بها، وهذا راجع للبيئة التي نعيشها على المستوى الوطني، أين هناك إرادة
يعني مرئية من الجميع إرادة لتغييب الأحزاب السياسية عن النقاشات العامة، خاصة النقاشات التي تعني الأمة وثوابتها وكل المسائل التي تعني استقرارها، دونك حاضر الأمة ومستقبلها. ولهذا احنا في كثير من سواء اللقاءات أو في بياناتنا أو في كل الأنشطة التي نقوم بها نقول بأنه اليوم لو جاج يعني لوفيرتور الانفتاح السياسي وإشراك الأحزاب السياسية في النقاش خاصة حول هذه المسائل يعد بمثابة أساس أو بمثابة مبدأ يمكن أن يساهم في تقوية الاستقرار الوطني. يجب أن نمكن الأحزاب من المعلومة، يعني لا يمكن لأحزاب ليست لديها المعلومة أن تتخذ مواقف أو تتخذ قرارات أو تقوم بأعمال على معلومات يعني تريد القول سربت في 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 الصحافة أو غير، يعني نسون با فيريفي، يعني تريدون القول أنه هناك مشكل في إيصال المعلومة إلى الأحزاب، يعني هناك المشكل الأساسي هو في تفعيل دور الأحزاب السياسية سواء في هذه المسألة أو في مسائل أخرى. اليوم نحن نرى بأن الأحزاب السياسية لها أدوار محورية يمكن أن تلعبها خاصة في هذا الظرف المليء والمحفوف بالمخاطر والتحديات التي يمكن لنا أن نرفعها بصفة جماعية، مهما كانت اختلافاتنا الأيديولوجية، مهما كانت اختلافاتنا الفكرية ومشاربنا، لكن يمكن أن نتفق على الأساس الذي يمكننا أن ندافع على دولتنا الوطنية وضمان ديمومتها، وأيضا الأساس الذي يمكن أن نبني عليه دولة يمكن أن تكون يمكن أن تصد كل هذه كل هذه المخاطر وتكون. في هذا السياق أنتم التقيتم برئيس الجمهورية، هل تحدثتم معه في الكيفية التي يمكن أن تساهم فيها؟ تحدثنا دكتور بغرارة، تحدثنا عن هذا التحدي، تحدثنا عن هذه المسألة، وذهبنا أبعد من ذلك إلى أن اقترحنا أن تكون هناك اتصالات مباشرة بين وزارة بين مصالح وزارة الخارجية وأحزاب سياسية، وضرورة خلق مكتب على مستوى وزارة الخارجية مكلف بالاتصال مع الأحزاب السياسية لإعطائها المعلومات المناسبة واللازمة لكي تكون أيضا على دراية بما يحصل على المستوى العالمي، وأيضا تكون على دراية بمواقف التي نتخذها نحن كدولة أو كمؤسسات دولة. بهذه الطريقة فقط التي سوف نتمكن من أن نضمن انخراط الأحزاب في خارطة طريق المرسومة للدبلوماسية الجزائرية، ومن الأحزاب سوف نضمن بطبيعة الحال انخراط الجزائريات أو الجزائريين أو توعيتهم بهذه المسألة، لأن للأحزاب دور محوري، وللأحزاب يعني هي مؤسسات للحوكمة سي دي انستيتيوشن دو غوفرنونس، يجب أن نعيد لها الاعتبار ونؤهلها على أساس هذه المعايير. لكن ألا يكفي يعني التواصل مع وسائل الإعلام من خلال استقاء المعلومة؟ يعني تحدثتم على ضعف ممكن وصول المعلومة إلى الأحزاب، هل وسائل الإعلام لا تكفي ممكن لاستقاء مثلا المعلومة؟ وسائل الإعلام في الكثير من الأحيان تعاني من نفس المشكلة كالأحزاب السياسية، لا تصل إلى مصادر الإعلام وتبني في الكثير من الأحيان تحليلاتها ومقالاتها على يعني على أنباء يعني نلتقطها سواء من غير ليست لها الطابع الرسمي أو ليست لها منهجية ولا كينو ريبون با اون استراتيجي كلير. يعني لهذا يجب أن نحين نمطنا سواء في الجانب السياسي أو في الجانب الإعلامي لنكون أهل للتحديات، ولا نعطي الفرصة سواء لهذه القوى العظمى ومناوليها أو من بعض الذين
باعوا دمامهم ويقومون بحملات تشويه وبحملات لمساندة هذه الأنظمة التي تريد التي تهدف للحد من سيادتنا في كل الميادين، سواء سيادة قرارنا السياسي، سيادتنا على الجانب الاقتصادي، أو سيادتنا على الجوانب الأخرى. على ذكر هذه الأنظمة السيد أوشيش، الإمارات كما قلنا يعني ظهرت يعني الآن واضحة بأعمال إعدائية ضد الجزائر، يعني كيف ممكن الآن كحزب، هل أنتم مطلعون على كل الدسائس التي تقوم بها دولة الإمارات ضد الجزائر؟ وأيضا لماذا دولة الإمارات تقوم بهذه الأعمال ضد الجزائر؟ الآن كل شيء واضح، أصبح مفضوح على مستوى الحدود، سواء في تقوم بهذا العمل لإرضاء حلفائها أو حليفها الأساسي المتمثل في الكيان الصهيوني. هذه يعني مسألة معروفة لدى الجميع، لذا تصب بكل ما لديها من قوة لتحيد من دورنا، سواء على المستوى الإقليمي أو من الحد الانفليونس تأثير الدولة الجزائرية، خاصة على دول الجوار، وهذا عبر حملات تشويه، عبر حملات لزعزعة استقرارنا، وحملات المشاركة في أعمال عدائية ضد الجزائر. وفي هذا المجال نحن نتأسف كثيرا بما صدر من السلطات المالية، وهذا لا يعكس العلاقات التاريخية والمتميزة بين الشعبين. صحيح. وبين الدولتين المالية والجزائرية. لذا نحن نرى بأن من الجانب الجزائري لا يجب التسرع، لأنه لا يعكس في نظرنا لا يعكس نظر أو يعني قيم المجتمع المالي. ونظن أنه هناك في دولة مالي ناس عقلاء وناس يمكن أن يواصلوا كما بينوه في الماضي الانخراط في مسارات السلام. لذا نحن في الأفافاس نظن بأن هذه ما صدر من السلطات المالية من تصريحات خطيرة، لا يجب أن نقابلها بنفس الخطوات من الجانب الجزائري، ونبين لهم كما كنا في السابق بأن الجزائر كانت وستكون إلى جانب الشعب المالي في كل سواء محنه أو في كل تحدياته وفي طموحه للاستقلال أو الخروج من سيطرة أو هيمنة بعض القوى التي تريد أن تفرض نفسها كقوى أساسية في منطقة الساحل، ليس فقط في مالي. الذي نذكر الأشقاء في مالي والأشقاء في النيجر والأشقاء في بوركينا فاسو بأن الموقف الجزائري يعني القريب جدا، ما نوليوش للتاريخ، يعني الموقف القريب فقط، يعني قريبا جدا، وإن كنا في نوتر دوكترين، يعني في عقيدتنا السياسية وفي عقيدتنا الدبلوماسية. وأظن أنه هذا ما كان من تصريحات من الدولة الجزائرية. نرفض سياسة الانقلابات، إلا أننا نعتبر من البلدان الوحيدة التي رفضت التدخل العسكري في النيجر مثلا، كما رفضنا التدخل العسكري في مالي مسبقا. صحيح. ورفضنا التدخل العسكري لفرض أجندات ولفرض أنظمة في بلدان شقيقة. وأظن أن التوجه أو الإعلان إعلان التوجه
بدبلوماسيتنا الى الى القاره الافريقيه واعاده لا ريورينتاسيون دو نوتر اعاده توجيه دبلوماسيتنا لتعطي اكثر اكثر نجاعه واكثر فعاليه لعملنا الدبلوماسي مع البلدان الافريقيه. اقلق الكثير والذين يريدون ان يزرعوا هذه المناطق التوتر على مستوى خاصه على مستوى منطقة الساحل. بالنسبة للأفافاس وأظن أن هذا المبدأ يمكن أن نتشاركه مع كافة القوى الوطنية الحية في المجتمع. مالي تعتبر كعمق استراتيجي لأمننا القومي لا يمكن أن نفرط فيه، مثل ما هي ليبيا، مثل ما هي النيجر وتشاد وكل الدول المحيطة وكل الدول المحيطة بنا. إذا لا يجب أن نقبل أبدا وأيا كانت الضغوطات التي يمكن أن تأتي من أطراف أو أطراف أخرى أن نهمل أو لا نعطي الأهمية لهذا العمق الاستراتيجي، لأنه إذا أهملناها اليوم سوف يكون السلاح الذي سوف يستخدم مستقبلا لضرب استقرارنا الوطني وزعزعة دولتنا الوطنية. سي أوشيش، للأمانة فقط قبل 3 أيام وزير الخارجية المالي في حوار لقناة تلفزيونية مالية تراجع عن تلك التهديدات، لأن ذلك البيان للأمانة كذلك وقعه وزير الإدارة والأقاليم غير المركزية، ثم بعدها جاء وزير الخارجية وتراجع ورمى بالورود للجزائر وأثنى العلاقات وقال بأن سوء التفاهم لا يجب أن يحبط كل هذه الأمور. ربما سيد أوشيش إذا أمكن باختصار توضيح قصير، أنت قلت بأن هناك بعض الجزائريين استغلوا من أجل استعداء الجزائر، ممكن توضيح هل تقصد ربما الحملات التي تحدث على مستوى مواقع تواصل اجتماعي لجزائريين هم في الخارج يشعرون بما يشعرون ويستعدون الجزائر؟ أعتقد بأنك ربما أكثر توضيح في هذا الأمر، وكيف نعالج هذا الأمر في رأيك حتى نقوي أكثر من السيادة ونتفادى أن يستعمل الجزائريين لضرب الجزائر؟ فقط فيما يخص مسألة مالي، نحن نعتبر بأن العودة عن هذه التصريحات بمؤشر إيجابي، بمؤشر إيجابي يمكن أن يضمن مساهمتنا كدولة وكشعب في ضمان استقرار مالي، لأنه لا يمكن أن لا أحد كان يتصور بأنه يصل الوقت أو الوضعية لأشقائنا لنقض اتفاق الجزائر، والذي من بين المتناقضات التي نعيشها اليوم هو يسانده المجتمع الدولي كافة، سواء الأنظمة الغربية أو المجتمع الدولي المتمثل في الأمم المتحدة التي نددت بإلغاء هذا الاتفاق، عواقب خطيرة على كافة منطقة الساحل التي يمكن أن تكون لها انعكاسات على استقرار ليس فقط الجزائر لكن مام على الدول المجاورة أو الدول الأوروبية. أنا تكلمت على هذه المسألة التي لها علاقة مع حملات التشويه، التغريض، التخوين التي تأتي من بعض الإخوة الجزائريين، والذين بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية في معظم الأحيان سواء ليس لديهم الدراية أو الوعي السياسي اللازم لكي يكونوا أهلا سواء بالتحديات المفروضة اليوم على بلدنا وعلى دولتنا الوطنية، أو في أحيان أخرى هم ليسوا فقط عن أبواق في أيدي أنظمة، يعني يستغلون من طرف أنظمة، يستغلون ويعبرون عن أجندات خارجية تريد أن تضرب
تزعزع الاستقرار الوطني. لكن في هذه المسألة نحن نظن ونؤمن في الأفافاس بأن تقوية الاستقرار الوطني، تقوية الجبهة الوطنية لن يتأتى إلا بإشراك الجزائريات والجزائريين في النقاش العام، لن يتأتى إلا بفتح قنوات الاتصال، لن يتأتى إلا بانفتاح سياسي وإعلامي اتجاه خاصة القوى الوطنية، ولن يتأتى إن لم نؤسس لدولة مؤسسات تكون ركيزتها أو ترتكز على الديمقراطية وعلى أسس دولة الحق والقانون. لذا نظن بأن هذا يعتبر من بين الشروط الأساسية التي يجب أن نستحضرها كأحزاب سياسية وكمؤسسات دولة، خاصة السلطة في هذا المجال تتحمل كل المسؤولية لاستحضار مناخ ملائم لبعث النقاش العام، لبعث للقيام او للقيام او باجراءات تهدئه، ولمحاوله لم شمل الجزائريات والجزائريين في اطار خارطه الطريق يمكن ان ندافع عليها. سنعود ممكن الى النقطه التي تفضلتم بها، اكيد هناك مبادره اطلقتموها من الافافاس سنعالجها وسنناقشها في الجزء الثالث من برنامج الموعد السياسي. ابقوا معنا مشاهدينا، لا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مشاهدينا الى الجزء الثالث من برنامج الموعد السياسي، نواصل فيه النقاش، طبعا هو الملف الوطني. في هذا الجزء سنحاول أن نتحدث على مسائل الوطنية السياسية بعد هذا الجنكل. الملف الوطني يستحضر العديد من أيضا المواضيع والعديد من الملفات التي يمكن أن نفتحها. أن نبدأ بك سيد خلاص، ممكن في سؤال حول المشهد السياسي الوطني، أكيد هناك ما يقال. قبل أن نسأل السيد أوشيش على قراءته للمشهد السياسي الوطني، ممكن أن نتحدث عن التغيير الذي لوحظ في النهج السياسي لجبهة القوى الاشتراكية التي اتخذت مسارا معتدلا أكثر مما كانت عليه في السابق. هل يعني واعتمدت الحوار ربما كوسيلة للممارسة السياسية؟ ما هي قراءتكم لهذا المشهد وهل توافقون هذا الطرح؟ أبدا لا نوافق هذا الطرح الذي يقول بأن الأفافاس انحاد أو يعني هناك تعديل فيما يخص الخط السياسي، لأن الحوار من بين الركائز التي بني عليها الحزب منذ 1963، ولا يخفى على المشاهد الكريم بأن أول حوار بين مؤسسة حزبية أو رئيس حزب والسلطات كان بين السيد حسين أيت أحمد ربي رحمه والرئيس أحمد بن بلف في 65 للتأسيس للتعددية السياسية. يعني بعد هذا اللقاء كان هناك كثير من اللقاءات التي تبلور والتي تؤكد على هذا التوجه وهذا وعلى تمسكنا بالحوار كوسيلة حضارية لتكريس التغيير ولبناء دولتنا الوطنية. ما قمنا به فقط هو التأكيد على هذا المبدأ في خضم مناخ طغت عليه الشعبوية وغابت عليه الحلول العقلانية. يعني ممكن كان جبهة القوى الاشتراكية أستاذ إسماعيل، كانت جبهة القوى الاشتراكية من بين الأحزاب القلائل التي لم التي ما راحتش ما تبعتش الموجة كما نقولوا بالعامية، ما تبعتش الموجة وقالت لازم يكون هناك طرح واقعي، يكون هناك طرح عقلاني فيما يخص ما نعيشه والحلول التي يمكن أن نقترحها. إذن الحوار هو من بين الركائز الأساسية التي بني عليها حزب الأفافاس، وسوف نواصل بترقيته كوسيلة يمكن أن تساهم في بناء مجتمعنا مع كل الأطياف دون إقصاء، لأننا نعتبر بأن الحوار وإن كنا نختلف
في الكثير من في الكثير في في الكثير من المسائل، سواء الموضوعاتية والبرامجية او تلك المتعلقة المسائل المتعلقة بالفلسفة او البرامج. مثلا استاذ، في ماذا تختلفون عن السلطة في هذه البرامج وهذه الافكار التي تنتهجها السلطة مثلا؟ هناك اختلاف جوهري يتمثل في مواصلة السلطة بتسيير الشأن العام بصفة أحادية دون إشراك المجتمع أو ممثليه. هناك اختلاف جوهري والمتمثل في مواصلة السلطة في تغييب الأحزاب السياسية أو كل الأطروحات التي لا تتناسق أو لا تتناسب مع طرحها أو مع تسييرها للشأن العام. نحن نعتقد بأن الديمقراطية جوهر الخلاف، عفوا جوهر الخلاف، الجمهورية استقبل جوهر الخلاف. سوف نعود لهذه النقطة وأكدنا عليه خلال هذا الاستقبال بأن الديمقراطية هي أساس بناء الدولة، وإشراك الجزائريات والجزائريين سواء بصفة مباشرة أو عبر ممثليهم عبر فتح المجالين السياسي والإعلامي يمكن أن يساهم في إعطاء نظرة إيجابية على الوطن ويساهم في مسار التغيير الذي يجب أن نباشره. أظن أن اليوم حان الوقت لأن نقوم بتعديلات، حان الوقت بأن نتخذ إجراءات ملموسة، وهذا ما كان من بين المطالب التي توجهنا بها إلى السيد الرئيس لإعادة بعث الأمل وإعادة بعث الثقة، أواصر الثقة، بناء أواصر الثقة بين الجزائريين والجزائريات وبين المؤسسات. انا ما يخفاش عليكم اليوم الجزائريين والجزائريات، يعني ما كاش ثقه. تكلم له على حزب يقول لك الاحزاب كامل كيف كيف، تكلم له على مؤسسات يقول لك واش داروا المؤسسات، تكلم له على مجتمع مدني يقولوا لنا ما عندهمش اي تاثير. وين راهي المشكله؟ علامه استفهام. من يتحمل المسؤوليه؟ بطبيعه الحال الذين سيروا البلاد بصفة أحادية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. لذا نحن نطالب ونقول بأن النسق الدولي والمناخ الإقليمي يفرض علينا أن نوجه أو نقوم بإصلاحات هيكلية في الجانب السياسي لإعطاء ولتقوية مؤسساتنا ولضمان انخراط الجزائريات والجزائريين في العمل المؤسساتي وكل ما يقوم في الجانب السياسي وفي الجانب الاقتصادي عفوا والاجتماعي. هناك ايضا اصلاحات تفرض نفسها لكي عذرا سي اوشيش باختصار لكي نضمن في الجانب الاقتصادي والاجتماعي لكي نضمن كرامة الجزائريين ونضمن تطور البلاد. هو أستاذ حتى نضبط المصطلح، نحن هنا لسنا للدفاع عن السلطة أو لنبرر كيفية حكمتها أو لنحكم على أحزاب سياسية، لكن حديث خطاب السلطة يقول بأن النظام شبه رئاسي، الدستور يضمن صلاحيات لرئيس الجمهورية. الرئيس تحدث بأن الشعب الجزائري فاقد للثقة في مؤسسات الدولة في أول ندوة صحفية عند تنصيبه، فيه اعتراف بفقدان الثقة صراحة. لكن اليوم هل الأحزاب السياسية تريد أن تشارك في النقاش في الفضاء العام في الإعلام في البرلمان، أم تريد أن تكون شريكة في صناعة القرار مع الأخذ بعين الاعتبار صلاحيات الدستور التي يمنحها للسلطة التنفيذية؟ حتى نتحدث عن مؤسسات دون أن نشخص الأمة، هل تريدون المشاركة في النقاش العام أم في صناعة جزء من القرار؟ بطبيعة الحال نحن نناضل ونلتزم لضمان نقاش عام يضمن الكلمة الحرة لكافة الأحزاب السياسية ولكافة الفاعلين على المستوى المجتمعي، ولإعطاء المعارضة حقها وأحزاب سواء كان المنظومة الحاكمة أيضا. كل شيء يعني
مورود في 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 في, في الوثائق سواء في الدستور او في او في بعض القوانين، لكن هناك الكثير من التناقضات. التناقض الاول او من بين الاختلافات الجوهريه مع السلطه هي عدم تطبيق نفس الاحكام التي تصادق عليها عبر البرلمان او عبر قرارات سواء رئاسيه او حكوميه، عدم تطبيقها. ويمكن ان نستطرد اليوم في 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 في, في الامثله. اليوم في الدستور نتكلم عن سيستم ديكلاراتيف فيما يخص الاحزاب، فيما يخص تاسيس الحسب، فيما يخص تاسيس الجمعيات، فيما يخص تنظيم المسيرات، وفيما يخص التنظيم على التنظيم على المستوى مستوى المستوى العام يسمى نيفو دو لاخور بوبليك لا في بوبليك، الحياه العامه، التنظيم تنظيم بصفه يعني عامه، الحياه العامه كيفاش ننظموا الحياه العامه. لكن هذا التسيير الأحادي يأتي بنا إلى أن نستخلص وبأن السلطة هي اللي الأولى اللي ما تلتزمش بهذا القوانين. هناك أمثلة كثيرة، هناك تغييب لدور الأحزاب السياسية، تغييب لدور وسائل الإعلام، تغييب ولوج مجتمع مدني حقيقي وتمثيلي، وهناك تناقضات خاصة في بعض القوانين التي صادق عليها مؤخرا، من بينها القانون الذي يضبط ويضبط الحياة العمل النقابي أو الحق في الإضراب، الذي يتنافى صراحة مع روح الدستور الذي يضمن لكل الجزائريات والجزائريين مشاركتهم في العمل السياسي أو انخراطهم في العمل الحزبي. لكن في هذا القانون الذي طالبنا بأن يسحب وبصفة استعجالية، نرى بأنه يكرس الأحادية في 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 يكرس الأحادية، ولا يعطي الفرصة للنقابات لكي تساير وتشارك في هذه في الشأن العام أو في السياسة الشأن العام. يعني هذه بعض الأمثلة فقط، يمكن أن نستطرد في الأمثلة مثلا لا ديتونسيون بروفيزوار اللي كان من المفروض كان الحبس الاحتياط اللي كان من المفروض يجب أن يكون احتياط، هو ولا اليوم قاعدة في كل الوقائع او في كل القضايا التي عشناها خاصه مؤخرا، ولا قاعده يسوفيك يجي واحد امام قاضي التحقيق ونلف قوله في بعض الاحيان، كاين قضايا صحيحه ولكن في معظم الاحيان نلف قوله تهمه المساس بالوحده الوطنيه وعلاش، ويخرج براءه من بعد، قد براءة لكن يجوز شهرين، ثلاث شهور، ست شهور، عام، عامين. نعم، على ضوء الحبس الاحتياطي. نعم، على ضوء هذه النقاط سيد أوشيش، على ضوء ذكرك لهذه النقاط والمطالب، كان آخر لقاء معكم مع رئيس الجمهورية كان قبل سنتين، منذ سنتين إلى غاية اليوم هل كان هناك تواصل مع رئيس الجمهورية، خصوصا أنه رأينا رئيس الجمهورية استقبل رؤساء الأحزاب من مختلف التشكيلات مؤخرا إلى غاية اليوم، هل هناك تواصل دائم مع السلطة وأنتم أكيد فتحتم الحوار وتنادون إلى هذا الحوار مع السلطة ممكن لحل القضايا الوطنية؟ نحن متمسكين بالحوار ونرى في الحوار السبيل الوحيد الذي يمكن أن يضمن استقرارنا ويضمن وحدتنا، خاصة في المسائل الأساسية التي يجب أن نواجهها بصفة جماعية. لذا تقدمنا بمبادرة أو قمنا بإطلاق مشاورات مع الأحزاب السياسية حول بعض المسائل التي تعد بالنسبة لنا ضرورية وأولية والمتمثلة في ضرورة الدفاع وتقوية دولتنا الوطنية، وأيضا كيفية يعني كومون كونسيلي الربط بين هذا الهدف
المتمثل في حماية الدولة الوطنية مع ضمان التعددية وضمان النقاش العام وضمان التعبير الحر لكافة الجزائريات والجزائريين، وأيضا مناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يجب أن يكون أيضا من بين الأولويات، لأن الوضعية صعبة جدا التي نعيشها اليوم للبلاد لمباشرة إصلاحات يمكن أن تكون. هل أنتم في تواصل دائم؟ متفقين عليها. نعم. في هذه المرحلة حزب الأفافاس بصدد تحيين هذه المبادرة، ونحن في المرحلة الثانية من المبادرة أين سنتجه للأحزاب السياسية بمشروع بيان مشترك يمكن أن نتشارك فيه مع الأحزاب السياسية ونقدمه لرئاسة الجمهورية سوفورم يعني مطالب أساسية متمثلة في يعني ما يمكن أن نلخصه من مشاوراتنا متمثلة في كيفية تجنيد أو كيفية مساهمة الأحزاب السياسية في إعادة إحياء النقاش العام على المستوى الوطني، ضرورة إعادة الاعتبار للأحزاب السياسية كأدوات حوكمة كومانستريمون دو غوفرنونس، يجب أن يكونوا كضوابط أساسية في المجتمع وقنوات اتصال بين الشعب. هل في تفاعل مع مبادرتكم من قبل هذه الأحزاب؟ سأصل لهذه النقطة. لأنه شاهدنا كثير من المبادرات التي أطلقتها أيضا أحزاب أخرى في نفس الصدد، أكيد هي أيضا تشتكي من غياب ممكن التنسيق والتواصل مع الأحزاب الأخرى. هل أنتم كحزب يعني لديكم القابلية أو القبول لدى كل الأطياف؟ أظن انطلاقا من المشاورات ومن النقاش والمحادثات مع الأحزاب السياسية، هناك قابلية وهناك أرضية يمكن أن نبني عليها المستقبل أو نتفق عليها نحن كأحزاب، ويمكن أن تكون أيضا محل اتفاق مع السلطة، لأننا في مبادرتنا لن نرى السلطة أو لا نأخذ السلطة كم أدفرسير يعني كخصم، لكن بالعكس نريد أن تشارك في هذه العملية لبحث الحياة العامة للمساهمة في تأطير المجتمع بصفة إيجابية، ولبحث السبل والأطر المناسبة والتي يمكن أن تكون محل وفاق التي تمكننا لمناقشة كل هذه الأفكار، لما لا الذهاب إلى ندوة وطنية يمكن أن تجمع الأحزاب السياسية والسلطة. نعم. أيا كان الذي سوف ينادي لهذه الندوة الوطنية، فالأفافاس يعبر عن استعداده مثله مثل الكثير من الأحزاب لمناقشة هذه المسائل الجوهرية والمحورية. نحن في مبادرتنا أريد فقط أن لأنه الوقت يدهمنا سيد أوشيش باختصار قبل ما نهاية البرنامج، لأنه عندنا فقرتين تبقت من عمر البرنامج، أكيد هناك أسئلة. نعم تفضل. أوضح هذه النقطة فضل. لأن في 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 مبادرتنا نأخذ بعين الاعتبار كل هذه التحديات وكل كل كل هذه المخاطر وضرورة تقوية أو بناء جبهة وطنية متلاحمة، ولكن نربط هذا مع ضرورة الانفتاح السياسي. نعم. الانفتاح الإعلامي أو دمقرطة الحياة العامة بصفة عامة. 30 ثانية. هل من حق السلطة أن تقول لكم كأحزاب ليس لديكم امتداد شعبي خاصة بعد فترة الحراك، وبالتالي هل من حق السلطة أن ترفض أن تشارك أحزاب ضعيفة في الانتشار؟ هل مثلا أنتم لا تذهبون إلى تندوف اليوم، لا تذهبون إلى ورقلة، أنتم لا تذهبون إلى الشعب الجزائري، وبالتالي من حق السلطة أن تسائل كذلك ما هو وزنكم الشعبي الامتداد الشعبي حتى نقبل مثل هذه المبادرة؟
هذا من وجهة نظركم، لأن لا قلت هل من حق السلطة أن ترى فيكم ذلك الشريك الضعيف من خلال انتشار شائع؟ نحن مستعدين أن نتحمل مسؤوليتنا، لكن يجب أن يجب على السلطة أيضا أن تتحمل مسؤوليتها، لأن كون يكون التقييم مبني على التمثيل أو التقييم مبني على الامتدادات الشعبية، أظن أن هوة الثقة اليوم بين الجزائريات والجزائريين والحكام هي يعني أكبر من هوة الثقة المتواجدة بين الأحزاب السياسية والجزائريين والجزائريات، وهذا أظن أنه ليس وليد صدفة، وليد لسياسة منتهجة على أرض الواقع، وليد لإرادة تغييب الأحزاب السياسية، وليد لإرادة تسييد الشأن العام بصفة أحادية، ووليد إرادة لعدم ضمان القواعد التي يجب أن تضبط الحياة العامة. نحن لا نطالب أن يتم إشراكنا في اتخاذ كل القرارات، لكن نريد أن يكون الجميع في فصل نفس الضوابط التي تضبط الحياة العامة، وما نكيلوش يعني ما نكيلوش لا بمكيالين ونقول أو هذا مجتمع مدني تمثيلي، أن نتكلم على بعض النوصيون يعني فيما يخص كونسي جون ولا الآخر، نشوفوا واش يمثلوا. وصلت الفكرة، متفتحين للنقاش. نعم وصلت الفكرة السيد أوشيش، لأنه الوقت البرنامج تقريبا انتهى، ولدينا فقرتين مهمتين في البرنامج يجب أن نصل إليها. مشاهدينا في فقرة سؤالك للضيف بعد هذا الجنجل ونعود. طبعا أسئلة للضيف كنا طرحناها عبر منشور في صفحة القناة عبر قناة اليوتيوب. هناك أسئلة كثيرة من الجمهور يريد أن يسألك السيد أوشيش، أكثر الأسئلة تمحورت حول موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية، وهل سيتقدم بمرشح من الحزب، خاصة وأنه قالوا أنه الحزب لم يشهد أي مرشح منذ آخر هو السيد السيد الراحل حسين عيد أحمد. أولا أريد أن هذه الانتخابات الرئاسية ستجرى في نسق وطني ونسق إقليمي ودولي حساس، لهذا تكتسي أهمية كبيرة، لا يجب أن ما لازمش يفو بالينيوري، لا يجب أن نتجاهلها. بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية، كل الأطروحات يعني مطروحة على الطاولة، يعني toutes les hypothèses sont sur la table. كل احتمالات احتمال عدم المشاركة أو المشاركة في نفس يعني في نفس الكف، لكن الذي سوف يرجح أو الذي سوف يأخذ القرار هم المؤسسات الحزبية. سوف نباشر نقاش بصفة سيدة على المستوى الحزبي، وسوف يكون قرارنا بالنسبة لهذه الانتخابات الرئاسية أولا معيارين، خيارنا أنا كمسؤول أول للحزب سوف أقوم بكل ما في وسعي بأن يكون الخيار الذي سوف يتخذ يكون يخدم المصلحة العامة للبلاد. ما هو هذا الخيار؟ لكن ما هو هذا الخيار الذي يخدم مفصوح يعني خيار مفروغ منه، بأن لوبسيون المشاركة لوبسيون اللي رايح يتخذها جبهة القوى الاشتراكية سوف تصب لا محالة في خدمة الصالح العام. وأيضا أهداف المسطرة من طرف الحزب، بعد نقاش سوف يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب على مستوى الهيئات الحزبية. يعني في نهاية هذا السداسي ربما
إن شاء الله يعني سوف نباشر النقاش على هيئة الحزب سواء القيادة الوطنية أو المجلس الوطني للحزب المخول له اتخاذ مثل هكذا قرارات، لكن لا نقصي أي احتمال. الأفافاس متفتح لكل الاحتمالات حسب الضرورة وحسب المصلحة العامة بالدرجة الأولى واستراتيجية وأهداف والأهداف التي سيسطرها الحزب نعم على ضوء هذا الموضوع موضوع الرئاسيات. هناك إشاعات تدور على ترشيح اسم ما في الحزب لهذه الانتخابات، يعني هناك بعض الإشاعات تدور، ممكن نذكر الاسم؟ يعني ممكن نذكر الاسم يعني ما سمعتش يعني على رأس الحزب وفي اتصال دائم مع المناضلين والمناضلين والمناضلات، عمري ما سمعت يعني الناس تتكلم على مرشح مرشح لكن يعني لكن فيها حديث على هذه الرئاسيات. اي هناك حديث بطبيعه الحال، قلت احنا اذا قلنا بلي لازم ما نتكلموش على هذا الرئاسيات يعني ما ناش نديروا السياسه، لازم نخرجوا من هذا النطاق يعني هذا قلت وخاصه وهذا الرئاسيات تجري في سياق وفي نسق عالمي مضطرب ومحفوف بالمخاطر وبالتحديات. لذا حزب جبهة القوى الاشتراكية إن لم يعطي الأهمية المناسبة لهذا الاستحقاق الانتخابي فبطبيعة الحال ما ناش يعني نديروا السياسة. اسمح لي في كلمة يعني نقدر نفهم باللي مهما كان قرار الأفافاس لن تدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، هل من حقنا أن نفهم هذا الأمر؟ ما نقدرش نستبق الامور، نخلي المقاطعة الشعبية مثلا نخلي المؤسسات الحزبية خاصة المجلس الوطني المخول له اتخاذ القرارات فيما يخص شكون هو الاسم. الاسم هو الحديث عن سليم غزالي يعني لأول مرة أسمع هذا واضح الاسم وربطه بالانتخابات الرئاسية. فقط معلومة، في الأفافاس مرشح الانتخابات الرئاسية يتم تعيينه على مستوى مؤتمر وطني استثنائي ينتخب من طرف كافة الحاضرين في المؤتمر السابق، يعني لا يمكن لأحد إذن أن يعني إن كانت هناك إمكانية مشاركة سوف يعود لكل المؤتمرين انتخاب مرشحهم بصفة ديمقراطية. وحسين أيت أحمد للمعلومة فقط حسين أيت أحمد في 1999 يعني المؤتمر هو الذي في المؤتمر يعني هو اللي رشحه يعني ميم الى سوبي سي تريغل ولا سي كونف سي لا ريغل. الوقت انتهى سيد اوشيش. سؤال ثاني باختصار لو سمحت، الكثير من الملاحظين ايضا لم يفهموا ممكن سبب مقاطعه التشريعيات ثم المشاركه في المحليات الماضيه. مقاطعه التشريعيات ربطناه بالمناخ السائد انذاك وبعدم يعني توفير الشروط الملائمه لمشاركه انتخابيه لجبهه القوى الاشتراكيه. قدمنا يعني الحزب لم يكن قدمنا اقتراحات في هذا المجال، للاسف لم تؤخذ بعين الاعتبار. لذا احنا فضلنا أن لا نشارك، لأن في نظرنا الشروط ما كانتش ملائمة، لكن مشاركتنا في الانتخابات المحلية كانت مشاركة سياسية بامتياز، وقلنا بأن المشاركة ربطناها بضرورة تجندنا والتزامنا للحفاظ على الوحدة الوطنية ضد كل الخطابات. سؤال آخر يتحدث يقول أنه كون أن الحزب الآن متفتح على كل يعني الشرائح في الوطن، أكيد هناك امتداد على مستوى كل الولايات، هل يمكن أن نرى أمين وطني من ولاية خارج منطقة القبائل؟ هكذا سؤال يعني في الكثير من الحقبات كان هناك أمناء وطنيين أولون من كافة الولايات، من ولاية تيجل، من ولاية قسنطينة، من ولاية الجزائر العاصمة. يعني نحن لا توجد أي عقدة بالنسبة للأفافاس فيما يخص ممارسة المهام على مستوى الأمانة الوطنية، وإن كان نحن نفتخر بتجذرنا في
في منطقة الوسط ولكل الأحزاب على مستوى العالمي عندها يعني وين عندها تجذر أكثر من المناطق الأخرى، لكن احنا في الوقت الراهن بصدد إعداد استراتيجية لكي نوسع من انتشار الحزب على مستوى الولايات الأخرى. فقط في المؤتمر الأخير يعني عقدناه بمشاركة حوالي 48 ولاية مشاركين من 48 ولاية على المستوى الوطني. نريد أن ترفع كل العوائق التي توضع أمام الأفافاس أو أمام الأحزاب الأخرى لتهيكل نفسها على المستوى الوطني، على المستوى الوطني وتعبر عن أطروحاتها بصفة حرة. نعم واضح. انتهت فقرة سؤالك للضيف، نذهب إلى فقرة أخيرة قبل انتهاء هذا البرنامج وهي صورة وتعليق بعد هذا الجنكل. طبعا لدينا مجموعة من الصور لك سيد أوشيش، ممكن تعلق عليها باختصار فقط لو سمحت. صورة أولى للمخرج. يعني الشمعة التي تضيء مسارنا النضالي والتي تضيء دربنا لمواصلة النضال من أجل تكريس الأهداف السامية التي كرس لها أكثر من 70 سنة من حياته، وهي دولة الحق والقانون، الدولة الديمقراطية، وإشراك الجزائريات والجزائريين في مسارات اتخاذ القرار. صورة ثانية المخرج. مجاهد من بين الركائز التي كانت في الصفوف الأولى لمحاربة الاستعمار الفرنسي، ومن بين مؤسسي جبهة القوى الاشتراكية رحمه الله سي الخطر بورقع. نعم. سؤال الصورة الأخرى. كلينتون. فيها كلام كثير حول كلينتون وأيت حمد. يعني كاين هناك اللي يقولوا كان تلميذ عند حسين أيت حمد، لكن حقيقة أنا جو نو بو با انفيرمي ولا كونفيرمي ولا الآخر انفورماسيون، تأكيد المعلومة، تأكيد وعدم تأكيد المعلومة. الصورة الأخرى. الدكتور عبد الله جاب الله كان لديه دور محوري في حقبة من حقبات التي عاشتها الجزائر المستقلة، وكان من بين الشركاء السياسيين للحزب خاصة في ما يمكن أن نسميه العشرية السوداء أو في التسعينيات. كان من بين الممضيين على عقد عرومة في 1995، ومن بين المشاركين ثم المنسحبين من الانتخابات الرئاسية 1999. العلاقة بين الأحزاب، الحزب يعني جبهة القوى الاشتراكية الديمقراطي وأيضا الأحزاب الإسلامية في علاقة طبيعية، عندنا علاقات طبيعية وأخوية مع كل الأحزاب بغض النظر عن مشاربها الأيديولوجية. نظن بأننا نتقاسم الكثير من المبادئ والكثير من يعني من الأمور التي يجب عليها أن تبنى عليها دولتنا. نعم. الوطنية. صورة أخرى. سي مولود حمروش، يعني لو ريفورماتور كما نقولوا، الإصلاحيين، أب الإصلاحات في الجزائر، رجل ذو مبادئ، عنده علاقة وطيدة تاريخية ومميزة مع زعيم ومؤسس جبهة القوى الاشتراكية الرئيس الراحل حسين أيت حمد، وأيضا له الباع في السياسة وفي القرارات يعني المبدئية التي اتخذها من المواقف ومن الوضعيات التي عاشتها الجزائر. وضعية اجتماعية. صورة أخرى. قام من قامات المشهد السياسي، قام من قامات النضال من أجل التحرر، قام من قامات الفكر في الجزائر،
والذي حارب الرداء لأكثر من سنين ولم يعني في 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 نضاله كان ان اكزومبل كان مثال نعم. مثال, نعم. مثال 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 في النضال ويرفض ان نملي عليه ما يقوم به لانه نعم. رجل مبادئ. نعم صورة اخرى المخرج. هناك صورة اعتقد هناك صورتين تبقيتا. الصورة معطوب هناك صورة لمعطوب للناس اعتقد لم هناك صورة لمعطوب للناس ممكن تعليق منك. ربي يرحمه ويوسع عليه. احنا نطالب الى يومنا هذا الى جانب عائلته الكريمة لتجلي كل الحقيقة حول اغتيال الجبان هو مثال ل اون جينيراسيون لجيل او لاجيال من النضال ليس فقط مغني لكن ملتزم بالقضيه. رجل وطني ايضا. نعم نعم بالعكس رغم كل التشويهات ورغم ما يريد ان ما يثار عليه او ما يريد ان يثار عليه من طرف بعض الاطراف اظن ان في اغانيه الكثير من التشبث بالوطن والكثير من الوطنية والكثير أيضا من الطموح والآمال لبناء جزائر تتسع لكل أبنائها. صورة أخيرة ممكن. الشهيد ياسر عرفات رمز المقاومة رمز النضال كانت لديه علاقات متميزة أيضا مع الأفافاس مع حسين أيت أحمد كان من بين الشخصيات القلائل التي كانت لديها الفرصة لزيارته في مستشفى فالدوغراس قبل وفاته. يعني كان آخر شخص التقى بالراحل ياسر عرفات كان هو أيت أحمد. يعني آخر لا يمكن لي أن أشهد بأن أجزم بأن ولكن من بين أشخاص الأواخر قبل ساعات يعني وهذا وفاته. للتاريخ أنا كنت في المقر الوطني في 2004 إذا أتذكر يعني التاريخ. حسين أيت أحمد جاء في إطار نشاط سياسي أين نشط ندوة في القاعة المتعددة الرياضات بعين بنيان في إطار إحياء الذكرى 50 لاندلاع الثورة التحريرية ندوة نشطها مع الراحل عبد الحميد مهري ومولود حمروش. يعني في نفس الوقت يعني لا بروفيتي دو لوكاسيون يجي الحزب قال وغير قالوا له الخبر جاء الخبر بان كان هناك اوسبيتاليزي يعني في مستشفى فالدوغراس يعني الى انتيرومبي لو سيجور تاعو في الجزائر عاود راح لفرنسا يعني البرنامج المسطر يعني الغى كل التزاماته على مستوى الحزبي على مستوى الوطن راح المستشفى فالدوغراس وين وفاه ام اغتيال؟ انا نظن اغتيال انا نظن يعني اغتيال وكل يعني الدلائل يعني تشير الى ان عمليه تسميم وعمليه اغتيال يعني ممنهجه وحضرت مسبقا. نعم تفضل. الصوره الصوتيه استاذ اوشيشتا اكيد معليش ميولك للرياضه كيفاش تابعت قضيه جمال بالماضي باختصار شديد جدا؟ هل عندك راي؟ هل عندك أكيد. نقد؟ هل عندك مقترح؟ واش تشوف انت كشخصيه جمال بالماضي؟ انا نظن ان اخلقت بصفه عامه الاخلاق يجب ان نحاول ان ندخلها ايضا في الرياضه ليس فقط في الجانب السياسي. كيف اخلقت يعني؟ السياسه الحياه العامه او اخلقت السياسه لكن اخلقت الرياضه
بتفادي بعض النقاشات التي لا تخدم الرياضة والتي لا تخدم المنتخب الوطني. فالرياضة هذه لعبة بطبيعة الحال، هناك فائز وهناك منهزم، لكن يعني أظن أن لو كان يكون لو كان تناقشنا في هذا الموضوع يعني أهل الاختصاص، يعني ما ليس حوار يعني بكثير من المسؤولية، ويعني أهل المسؤوليات هما الأدرى بأخذ يعني الموقف. أنت تتابع جمال، هل شخصيا يعني تحب جمال ولا مع المغادرة ولا بطريقة مغادرة تكون جميلة هكذا، ولا في رأيك أنت؟ أنا نظن ما قلت لناش موقفك يعني، هل تتبع المنتخب؟ أنا نتبع المنتخب الوطني، من عشاق المنتخب، من عشاق المنتخب الوطني مثلي مثل 40 مليون جزائري، وكنت أيضا من بين ليزادميراتور تاع جمال بلماضي، لأنه صنع أمجاد الكرة الجزائرية في أيام مضت ما يمكنش أننا ننساو ولا نتناساو كل ما حقق في مسيرته. الآن هناك ظرف آخر يمكن مناقشته مع السلطات الرياضية المؤهلة بأخذ الموقف في هذا الإطار مع الشخص المناسب، لكن أظن أنه أعطينا لها قصة أكثر من 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 اللازم، لحقت في بعض الأحيان إلى الشتم، تراشق إلى التراشق في الكلمات، هذا ما يخدمش لا الرياضة ولا البلاد. نعم، شكرا لك سيد يوسف أوشيش. طبعا وقت البرنامج تجاوزناه بكثير، لكن لا بأس يعني ممكن لاستغلال وجودك وفرصة وجودك معنا. أكيد إن شاء الله يكون قد قضيت معنا وقتا يعني بطبيعة الحال، إن شاء الله تكون فرص أخرى ليس فقط على مستوى قناتكم الوطنية، لكن على مستوى المشهد الإعلامي بصفة عامة. كانت هناك ممكن في وجودك معنا اليوم كان هناك فرصة، وأكيد هي كانت يعني لم تكن محضرة، لكن التقيت بتلاميذ من ثانوية هنا في قناة الوطنية، كانت هناك صور طبعا للقائك بهؤلاء التلاميذ من هذه الثانوية، وكان هناك يعني تبادل للأفكار والنقاش. يعني ممكن كلمة في هذا الموضوع في هذه النقطة؟ أظن شرف لي، شرف كبير لي باش كي ألتقي مع تلاميذ الثانوية في الدار البيضاء. تبادلنا النقاش، يعني طرحوا أسئلة حول الالتزام السياسي، حول لشوى يعني خياراتي السياسية. نظن بأن التكوين السياسي لا يجب أن ينحصر فقط على الأحزاب، لكن يجب أن يشمل المؤسسات التربوية لصناعة أجيال واعية بماضيها، واعية بواجباتها الآنية. وواعية بتحدياتها المستقبلية، أجيال على دراية كاملة بتاريخها و دراية كاملة وين رايحة تدير يعني رجلها في المستقبل. لذا التوعية والتكوين السياسي ليس فقط في زاوية كما يصفه الكثير، زاوية التحايل أو زاوية يعني السياسة كثيرا ما ربطناها بالتحايل أو بالمصلحة الخاصة أو بالمصلحة الحزبية الضيقة، لكن السياسة كما نقوله بالعامية، إذا ما خدمتش السياسة يخدموا بك السياسة. صحيح. يعني ما عندناش لو شوا، دونك أوتون نلتزم وننخرط في العمل السياسي. ما نقولش لازم في الأفافاس، في أي منظمة لكي نكون صناع صناع حاضرنا وصناع مستقبلنا. شكرا لك سيد يوسف أوشيش الأمين الوطني الأول. شكرا لحضورك معنا، شرفتنا كثير، وإن شاء الله تكون فرص أخرى لنفتح نقاش أكثر، وأكيد مازال هناك مستجدات وقضايا وطنية وسياسية في المستقبل. أيضا مرافقتي معي السيد الأستاذ حسن خلاص والأستاذ دكتور حكيم بغرارة. وأستاذ كاين واحد العرف في اللقاءات الإعلامية نقول دائما، هل كانت عندك فكرة ولا شيء حاب تتحدث عليه وما سألناكش عليه؟ أظن أننا تناولنا كل هل كانت الحصة فضاء للتعبير عن كل ما تفكر فيه بكل حرية يعني؟
بطبيعة الحال. نعم. بطبيعة الحال الشكر موصول لكم ولكل الساهرين على قناة الوطنية، سواء أطقم إدارية أو أطقم تقنية أو صحفيين، الشكر موصول لكم. إن شاء الله هذا يكون يولي تقليد ويعمم على مستوى كافة الوسائل العمومية، خاصة المرئية منها، لأنه عندها دور كبير يجب أن تلعبه في التوعية وفي ربط أواصر الثقة وأواصر العمل الجماعي بين الجزائرية والجزائريين بمختلف مشاربهم وبمختلف انتماءاتهم. نعم، شكرا لك. شكرا لكم مرة أخرى. شكرا. شكرا لك على هذه الساعة وهذا الموعد السياسي، كنتم معنا طيلة ساعة ونصف، أكثر من ساعة ونصف من نقاش سياسي حر مبني على كل الأساليب وكل أيضا كل الأطروحات بكل حرية. أيضا الفضاء مفتوح لكل الأطياف السياسية الوطنية، حزبية، سياسية، أينما كانت شخصية وطنية، للحضور هنا في البلاتو وأيضا الحديث بكل حرية على مختلف القضايا الوطنية السياسية. مشاهدينا، وصلنا لختام برنامج اليوم الموعد السياسي، نلقاكم في المواعيد اللاحقة في الأسبوع القادم رفقة شخصية حزبية أخرى. إلى اللقاء.